تفاصيل وفاة الفنان السوري ياسر العظمة بنوبة قلبية مفاجئة، تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية خبر يفيد بوفاة الفنان السوري الكبير ياسر العظمة في إحدى المستشفيات في العاصمة السورية دمشق. وبالبحث عن الحقيقة في وفاة الفنان السوري ياسر العظمة تبين أن الأمر مجرد شائعة، خاصة أنه لم يصدر أي تصريح رسمي سواء من الجهات الرسمية في سوريا أو أحد المقربين من الفنان السوري الكبير ياسر العظمة. كما إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا هذه الأنباء أشاروا إلى أن سبب الوفاة أزمة قلبية استدعت دخوله إلى المستشفى. وكان قد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي لعام 2019 شائعة أخرى تفيد بوفاته في حادث سير في دمشق. وعلى الفور رد الفنان السوري الكبير ياسر على هذه الشائعة بطريقته الكوميدية التي لا تخلو من أسلوبه الساخر الذي تميز به في معظم أعماله. وقال وقتها: كذب الحادث والواشي والسوشيال ميديا والنت. الفنان ياسر العظمة من عائلة آلي العظمة الدمشقية وولد في 16 مايو عام 1942. اشتهر من خلال مسلسل المراية الذي ألفه وأعده لمدة تزيد عن 35 عام، قدم خلالها العديد من الشخصيات التي تأتي غالبا حاملة الطابع النقدي الكوميدي. تخرج الفنان السوري من جامعة دمشق كلية الحقوق، وتزوج من أميرة خطاب شقيقة الفنانة فادية خطاب بعد أن تعرف عليها في مسرحية غربة، حيث رزق منها بولدين أنور ويزن. وهو صاحب برنامج اللغة العربية أبجد هوس، ثم بعدها شارك بعدد من المسرحيات. والآن بعد أن قامت بعض المواقع الإلكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر وفاة الفنان السوري ياسر العظمة في أحدى المستشفيات، فنحن نقوم بنفيه لأنها ليست حقيقة وإنها مجرد شائعة. وشائعة أخرى تؤكد لغاية الآن أنه توفى بسبب أزمة قلبية.